اهلا بيكم مع 7 دكتورز في حلقه مفاجاه، في حلقه غريبه جدا وعمليه نادره، وهي مش نادره، هي لاول مره تتعمل في مصر. ويشرفني ويسعدني ان الدكتور اللي عمل العمليه من الدكاتره اللي بيظهروا معايا في برنامج 7 دكتورز باستمرار، ويعني من هنا عايزه اقول له الف شكر ليك. انت فخر لينا وفخر لمصر وفخر ال 7 دكتورز طبعا، ان يكون دايما منورنا دكتور باهر مدحت لبيب، جراحات المخ والاعصاب. ضيوف فقرتنا هم من ليبيا، والحلقه دي شويه غريبه لان كان المفروض ان احنا بنعمل فقرات عاديه، ومره واحده انا بقلب على السوشيال ميديا لقيت بوست غريب قوي لدكتور باهر لبيب. طبعا لما شفت البوست ده الفرحة اللي كانت جوايا ما كانتش سايعاني، ان انا بشوف الدكتور ده وهو بيكون منورني دايما، وان احنا دايما بنقول اللي هو بيعمل الحالات الغريبة، ولكن اجراء اول عملية بجمهورية مصر العربية، نقل اعصاب الضلوع للاطراف السفلية. واول ما شفته على طول بعته الاستاذة مريهان حسين رئيس التحرير برنامج 7 دكتورز. هي ما استنتش يا جماعة، في وقتها اتصلت طبعا بضيوف فقرتنا ونسقنا معاهم ان هم تكون الحاله معانا، بس للاسف للاسف حصل موقف بسيط قوي، وهو ان هم جايين من ليبيا في نفس الوقت حصلت عمليه ضروري جدا وطوارئ مع دكتور باهر. فدلوقتي الفقره هتكون شويه يعني على نصين، الاول احنا هنعمل لقاء معاهم، وبعد كده طبعا دكتور باهر هيكون معانا تاني في وقت تاني، بس هنكمل الفقره وهيعلق طبعا على الحاله الجميله اللي معانا. خلينا نرحب بالقمر رواسي، صح كده يا رواسي؟ اه رواسي، عشان انا بحفظ اسمها يا جماعه من بقالي شويه، رواسي محمد مفتاح وعمها حضرتك استاذ صالح مفتاح. اهلا بحضرتك. مرحبتين بيك، اهلين. انتوا نورتونا، الله يبارك فيك. وخليني اسالك في البدايه، يعني ايه الثقه اللي جت ان انا هروح لدكتور باهر وهيعمل نقل اعصاب لرواسي؟ طبعا احنا نشكر الدكتور باهر بصدق وامانه، يعني هذه مصداقيه. ودكتور باهر نعتبره انا بروفيسور مش دكتور صدق. فنحن الدكتور باهر هذا مشينا عملنا عنده عمليه من قبل، يعني قبل كده عملنا، عمليه. فعرضت عليه التقارير ومتاع رواسي، قلت له نحن يا دكتور عندنا كذا كذا، العمليه هذه شنو واضحه؟ قال لي جيبها وان شاء الله ما فيش اي مشكله. طيب خلينا معلش واحده واحده، العمليه اللي عملتها قبل كده نفس الحاله ولا هي دي اول فعلا حاله في مصر؟ لا العمليه دي، لا العمليه الثانيه كظروف مش تبع عمليه ثانيه، نوع ثاني غضروف. اوكي العمليه هذه تختلف طبعا، عدينا الدول العربيه، نحن عدينا تونس ودزينا كم تقارير فما فيش العمليه هذه يعني بصدق. يعني انتوا لفيتوا الدول كلها على اساس ان انتوا تشوفوا حل الرواسي؟ هنشوفوا حل الرواسي، ما لقيناش. اوكي لقينا في المانيا، لقينا في تركيا، تركيا وعن طريق الدكتور يجي من المانيا يعني كمان يعني. يعني الحاله اللي عملها الدكتور او العمليه اللي اجراها دكتور باهر هي بتتعمل بس في المانيا او تركيا، وفي تركيا لازم يعني يجيبوا الدكتور برضو من المانيا، يعني اساسها المانيا. ايوه. طيب الحاله في الاساس يعني رواسي هي مولوده بالحاله كده، بالحاله دي. كان ايه التشخيص؟ يعني ايه التشخيص اللي مخليها مش بتعرف تتحرك؟ ما طبعا كم دكتور يعني يقول لك خلاص الحاله هيك، يا رب بالواقع هيك انها تفضل كده، تفضل كده. فطبعا جينا للدكتور باهر شاف التقارير والتحاليل وصور وكده، وهني قال انا نعمل لها عمليه. اوكي قال هنعمل لها عمليه، نعمل لها ان عملية. هي مش بتتحرك فنعمل لها نقل اعصاب وتتحرك باذن الله، باذن واحد احد، طيب. توكلنا على الله، سلمنا امرنا لله، ثم وبعدين الدكتور باهر طبعا كلنا بنسلم امرنا لله. فاتفقنا معه وعمل العمليه. ويعني تو احنا العمليه عاملينها لنا ممكن لنا 15 يوم. اوكي في تحسن
لا نقول ما شاء الله. طب ثواني، ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله. انت ملاحظ بعد من 15 يوم، مع اني دكتور باهر دايما لما بنتكلم على عمليات يا جماعه، الناس اللي لا قدر الله على اي حد مش بتتحرك الايد، مش بتتحرك الرجل، مش بتتحرك، بيقول 6 شهور مثلا عشان يبتدي يحس بتحسن. لا تمام، انا قصدي انا مش ببلغ لك في الموضوع، أنا يعني في احساس تم في الرجل، بقيت حاسس برجليها شوي، حاسه برجليها، في احساس في الرجل وفي حاجات، فده معناه ان اللي جاي حلو، في مبادرات كويسه، ما شاء الله. لكن طبعا يعني الدكتور اعطانا 6 شهور سنه، بحيث انها تمشي بست شهور دي سنة. هي هتمشي وهتبقى زي الفل باذن إن شاء الله، الله. وهتجينا ماشي على رجليها، وهصورها وهي ماشيه على رجليها باذن الله، لان كله في ايد ربنا. خلينا نروح لرواسي بقى، انت منورانا، احنا اتفقنا لو انت هنعلي صوتنا. ماشي؟ هتروحي ليبيا وتقولي فرجي على المذيعة اللي انا طلعت معاها ولا لا؟ احكور. طب قولي لي، انت فرحانه ان انت عملتي العمليه دي؟ فرحانه. انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. كام؟ 9 سنين. 9 سنين. طب اكتر حاجه كانت نفسك فيها ايه؟ ايه اكبر حاجه يعني انت كان نفسك تتحركي، ولا يعني كان نفسك ايه؟ نفسي اتحرك. كانت نفسك تتحركي. طب ودكتور باهر قال لك ايه او طمنك قال لك ايه؟ كان هتتحرك ان شاء الله. قال لك هتتحركي ان شاء الله. طب انت بعد العمليه حاسه شويه برجليكي عن الاول؟ حاسه. قولي لي ايه اللي يعني حسيتي ايه؟ ما كنتيش الاول بتحسي بايه ودلوقتي بتحسي بايه؟ طب حسيت ان كعبي ساعات كنت منحرك شويه. كنت حاسه ان كعب رجليكي ما بيتحركش؟ لا بعد العمليه تميت انحرك في شويه. هي كلامها قمر ليبي على فكره، قمر والله، هي لو قدامكم هتفضلوا تبصوها من هنا ومن هنا. فانت دلوقتي بعد العمليه بتقولي ان انت بقيتي تتحركي كعب الرجل. ايوه. طب وده يا جماعه هي 9 سنين فهي كبيره، فبصوا بقى انا حاسه ان حد كده جميل قاعد قدامي كبير وفاهم وبيقول ايه. طب انت بقى حاسه ان بالخطوه دي ان انت بعد كده باذن الله هتتحركي وتمشي؟ طيب. ان شاء الله. انت اصلا بتروحي مدرسه؟ بروح مدرسة. بتروحي مدرسة ان شاء الله، بعد كده هتروحي بتمشي وزي الفل. طب تحبي تقولي ايه لدكتور باهر؟ قولها شكرا انت حركتني. انا كان نفسي اكمل معاكم، وكان نفسي طبعا دكتور باهر يكون معانا، بس احنا هنكمل الفقرة دي بدكتور باهر بقى، لان هو لازم طبعا، واكيد هنعرض له لقطات من الفقرة دي، بس للأسف لان احنا معرفناش، لان عنده عملية جت طوارئ. بس انتوا طبعا يعني اقول ايه، انتوا طبعا الحاجه الحلوه بتاعت الفقر، والله انت والله العظيم، والله يبارك الله وذوقكم واحترامكم، واهل ليبيا دول بجد على الراس، من كتر ما هم ما استنوش، احنا اول ما طلبنا على طول رحبوا بالفكره ان هم يكونوا معانا. يا رب يا رواسي اشوفك ماشيه وزي القمر، وتكلميني في التليفون. ماشي ماشي. ويلا نقول حاجه لدكتور باهر قبل ما ننهي الفقره معاكي، تقولي له ايه تاني؟ قول له شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور، انا بشكرك يا استاذ طولة. حابب تقول حاجه قبل ما ننهي؟ والله انا حابب نكمل مع دكتور باهر ان شاء الله. انا حابب نشكر دكتور باهر، نقول له بارك الله فيك، وبصدق انت ما قصرتش ووفيت، وهذا ما نقول له يعني. والاحساس موجود وبتحرك رجليها دلوقتي بعد 15 يوم بس. 15 يوم يا جماعه بس، وهو شاف ما شاء الله. الدكتور باهر شاف الموضوع بروحه. لا احنا دكتور باهر لينا دكتور كلام. انا بصدق انا قلت لك انا ما نبيش نقول دكتور بروفيسور، انا عندي بروفيسر. انا كشخصيتي انا بروفيسور بصدق، اللي خش على العمليه دي. العمليه دي ما فيش حد عامل يعملها خالص. هو عملها. طب احنا انا شفت حاجه حلوه قوي من مخرجنا الجميل انس، هو حرك الكريم، احنا ممكن نعملها تاني وهي تحرك رجليها قبل ما ننهي، عشان خاطري جميله جدا يعني. اول ما حركي كده، بصوا يا جماعه، هي بتقول ان انا حركي كده تاني، بصوا هي بتقول ان انا الاحساس ده ما كانش موجود، يعني هي ما كانش بتحرك الرجل كده خالص. فانا مبسوطه لك اكتر منك واكتر، اكني مامتك، يعلم ربنا والله العظيم. انا ما بحاول، وربنا يكمل شفاها على خير ان شاء الله. ورب اي حد بيتفرج علينا يقول لاي حد حالته كده، او ما بيتحركش، او ايديه، او على فكره نص الوش، اي نقله اعصاب بيحرك المكان الميت زي ما استاذ صالح قال. عندنا 10 حالات نفس الحاله رواسي. عندك 10 حالات نفس الحاله، مستنيين على رواسي ويروحوا. ما هم خلاص، هو كده العينه بقينا زي ما بيقولوا 15 يوم وحركت. هم معانا على التلفزيون، قول لهم بقى على الفقره دي امتى تتذاع، وهم يشوفوا رواسي وهي بتحرك رجليها. انا بشكرك يا استاذ صالح، حابب تقول اي حاجه قبل ما ننهي فقرتنا؟ والله انا نشكر الدكتور باهر اكثر من هيك، ونقول له بارك الله فيك،
ومجهودات جبارة عملهن، وبصدق والعملية أنا ما زلت نعيد ونكرر، ما فيش حد يبي يخش عليها لا في مصر ولا في تونس ولا في، فالدكتور باهر هو اللي خش عليها، يعني رمز هذا المصر بصدق. الحمد لله وربنا يتمم على خير الشفاء وانت نورتنا. بارك الله وطبعا فيكم. باباها ومامتها ومرات حضرتك كلهم منورينا طبعا في استوديو النهار. طبعا احنا الفقره ما خلصتش، هنكمل فقرتنا ان شاء الله مع دكتور باهر، وان شاء الله هنرجع لكم مره ثانيه.